اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لجدا كن رسول من انفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا الحمد لله القوي الغالي الولي الطالب الباذل الوارث المنه الساري عالم الكائن والباين والزين والظاهر يسبح الاكل والمائل والظالم والظالم ويوحدهم ناقل والصامت والجامد والذائب يضرب بعده الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوارب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ورحما وجلدا وشعرا من ارض مختلف متراكم من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائم واجب من الذنوب إليها فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء
وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم، قال آدم به وليله على المراتب. قيل هو نوح، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم، قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب، وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى، قال عيسى يبشر